عودة لكم مشاهدينا، برحب معنا باستوديو بالأب المريم بولس فهد. أهلا وسهلا فيك أبونا. ميرسي، أهلا فيكم، الله يبارككم. أبونا، بالإنجيل تبع لوقا يلي في أعطى يسوع مثل الرجل الغني يلي بيجمع غلة أرضه حتى يزيد غناه ويعني يكبر إهراءاته ومخازنه، وبيفكر أنه يعيش للأبد ويكون مرتاح، وما فكر يعطي من محاصده لغيره وللفقير. لوين اليوم بيوصلنا الطمع والأنانية وهل هالصفات هيدا لوين بيوصلونا اليوم؟ لا شك أنه الطمع هو بخل، والطمع هو مش بس بالمال أو بالغنى، هو أكتر شيء طمع بالسلطة. السلطة مخيفة جدا، لذلك تجربة الشيطان لربنا يسوع قال له اطلع بهالممالك كلها، أنا بسلطك عليها، أنا بعطيها لإلك. وأكيد ربنا بحسب ألوهيته رفض هالموضوع كليا. إذا الطمع مخيف، البخل مخيف، وهيدا مرض نفسي وروحي. نفسي صعب على الأطباء يعالجوه، لأنه جذور مشكلة مخيفة وقوية جدا. أما روحيا إذا ربنا بده يعمل عجوبة مع الإنسان، إذا التجى له بيقدر يبدله وغيره، لأنه الله قادر على كل شيء. نعم. والغنى بأنه يبني أهراء جديدة مثل أهراء المرفأ يلي راحت، ما فكر إطلاقا أنه رح كمان يفجروها، أو هو وين رح يصير فيها. كان نظره كتير قصير، وكان طمعه كبير، وكان معمي القلب، معمي، ما عنده سلام، ما عنده فرح، ما عنده أي شيء لحتى يقدر يعيش، بس كان همه الطمع. يعني هذا الشخص الغني كان عم يعمل كنزه على الأرض، ولكن يسوع بيقلنا أنه عملوا كنز إلكن بالسماء، وإذا كان كنزكن هناك بيكون قلبكن أيضا هناك. يعني كيف فينا نفسر هذا القول؟ القلب يلي هو بضخ الحياة على الإنسان، بضخ الدم، القلب يلي هو الحب عند الإنسان، القلب يلي هو بيعطي سلام وبيعطي خلاص وفرح. إذا قلب هالإنسان متعلق بالمادة انفصل عن الله، ما بقى الله يقدر يدخل على قلبه ليعطيه لا سلام ولا فرح ولا أي شيء. كنوز الأرض بتزيده هم، وكنوز السماء بتزيده سعادة وفرح، متناقضين أكيد. إذا هالقلب اللي عند الإنسان متعلق بهالمادة بصفي عنده كتير كره، ما بيقدر حتى يصادق آخر، هو أناني أكتر، متعلق بحاله وكل شيء بده إياه لإله. وهذا مرض نارسيسيزم، هذا مرض شر كتير قوي، نرجسية بدون شك. يسوع بيقلنا أنه أبوكم بيعلم ما تحتاجون إليه، بيقلنا كمان اطلبوا ملكوت الله وكل شيء يزيد لكم. هل منتوقف اليوم عن السعي للكسب المادي، أو مننتظر حتى يعني تجينا المعونة من السماء؟ الإنسان منه مفصول عن الله أبداً، والاتكال على الزيت بيخوف كتير، كأنه الإنسان هون عم يعمل من زيته إله. هيدا مرض اليوم، مرض العصر اليوم، أنه أنا بقدرتي، أنا بدي أعمل حالي. من هيك في كتير ناس تدمروا، ما حدا بيقدر يعمل شيء بدون إرادة الله، بدون نعمة الله، بدون بركة الله. في كتير ناس بيجونا بيقول أبونا ما عندنا بركة، مع أنه هني أغنية كتير، بيكون ما عندهم بركة، كل شيء عم بيهتري، كل شيء عم بيروح، كل شيء عم يتبدد. إذن الإنسان خلقه الله على صورته ومثاله، وعطاه يقدر يعمل بعقله البشري كتير أمور عظيمة على الأرض، بس منه هو الإله. لذلك ما في بركة بتجي إلا من الإنسان يحط ثقته بالله، يعني بحسب إرادة الله الإنسان بيعمل أعجوبات، بلا إرادة الله الإنسان بيوعى بسقطات مخيفة. يعني ما في الإنسان يعيش ينفصل عن الله ليقدر يكون سعيد بهذا العالم، أو حتى بأدنى الأمور، بأصغر الأمور، إنسان ما عنده مقدرة. الثقة بالله هو كل شيء. أبونا، إذا فيك تفسر لنا اليوم كيف بتكون يعني الحياة أفضل من الطعام،
والجسد أفضل من اللباس، كيف فينا نفسر هيدا الشيء؟ خلق الله، الله خلق الجسد مش هيك؟ نعم. إذن أنا الإنسان عم بخلق التياب، عم بخلق الأكل، النفس خلقها الله، أنا عم بحاول أني حط شيء خلق مقابل ما خلق الله، بعطي أفضلية للي بخلقه أنا على اللي الله خلقه. بعتبر أنه الله خلق الجسد، هذا الجسد منه بحاجة أكثر من اللباس والطعام، وهاللي بده يتخم حاله، بده يأكل الأرض كلها، وبده يلبس الدنيا كلها، بده يلبس ما بعرف شو جواهر ولقالق، كل هيدي بتزيله تعب. الإنسان حر، خلق الله حر، ما يكبل حيره بشي تاني، ما يشوه الصورة يلي حملها. في ناس كتير بيعملوا عمليات تجميل بفكروا حالهم صاروا أحلى، خلق الله فيهم هو أحلى. أكيد في إشياء لازم تظبيطها، بس مش بالطمع يلي عم بعيشه إنسان اليوم. إنسان اليوم ضائع، يعني بيعتمد على المادي، بيركض وراء المادي وكأنه السعيد فيها. فينا نقول أنه مش مقدر عطايا الله اللي هي يمكن تكون مادية، يمكن تكون مش مادية. إذا فقد الثقة والإيمان بالله ما بقى يقدر يقدر حضور الله معه، ما بقى يكون يقدر عنده سلام، ما عنده شيء، عنده هم جسدي، عنده هم مادي، عنده هم العالم، ما في علي راسه يعرف منه في أعلى، في سماء، في الله، في حياة أبدية. نعم. الإنسان اليوم ما عنده هم حياة أبدية، هيدا خطر كبير عليه. يعني اليوم الإنسان الغني، يعني كيف بدنا نقول إنه هيدا الإنسان غني؟ هل الغني هو بالروح أو بالمادة؟ مين هو الأفضل بيناتهم؟ نحن عيدنا من مادة قريبة للقديس منصور دي بول، 100% أبو الفقراء، كان كل الغنى معه، مساعدات ومصاري ودنيا ودنيا وغنى، كان يوزعوا على الفقراء. ياما في بالكنيسة قديسين، مثلا أنطونيس الكبير ترك كل، كان عمره 18-17 سنة، ترك كل الغنى تبعه لأخته، وزع الباقي على الفقراء وراح لعند الله على الصحراء عيش حبيس. إذا في كتير قديسين عطونا المثل بهالموضوع. إذا نحن منستغني عن أمور كثيرة، نستغني عن أمور كثيرة عم تضيعنا وعم تهلكنا وعم تفقدنا جوهر الاتصال بالله. إذا هي المادة، هو عالم اليوم بيسعى إنسان لشيء معين ما بيعد يرضى فيه، صار بده أكثر وأكبر، وهذا الطمع بزيته وهذا الخراب بزيته. نعم. كيف اليوم لازم على الدول أنه يستعملوا أموالهم نحو الخير بدلا من استعمال الأموال للشر وللحروب ولإبادة البشر؟ يعني هالشي عم بيسبب اليوم بفقر وجوع، يعني هل الأمر هل يعتبر خطيئة، وكيف اليوم فينا نحله؟ يلا الألم الكبير وقت اللي منفكر الدول بصاروخ واحد بتعيش بلد، باختراع للحرب للتدمير، في العكس فين يعيشوا جماعة كبيرة. إذن المسؤولين عن العالم بدهم كتير صلاة، وربولس بيأمرنا بالصلاة لأجل المسلطين والملوك والحكام، لأنه نهودي بحاجة كتير نصلي لأجلهم. نحن مقصرين كتير أنه نعرف أنه هالحاكم اللي ربنا عطاه السلطة ليقود شعب، هو إذا غرق بالمادة، إذا عقله أظلم، إذا ما آمن بإلهه، مين ما يكون هالإله؟ إذا ما آمن بالله ما عنده مورال بقى. أكيد المعدات الحرب اللي بحط كل جهده يعملها، والجيوش اللي بيهيئها للحروب، والأموال اللي بتنحط على هي خطيئة مش بس مميتي، خطيئة مرعبة مخيفة جدا، لأنه المال يلي الخير يلي فيه عملوه عم بيعمل العكس، عم بيعمل عدو الخير، يعني القتل والدمار. صحيح البلد بحاجة يدافع عن نفسه، بس مش بحاجة يعمل حروب، وكل إنسان بحاجة يدافع عن حاله، بس ممنوع عليه يعمل حرب على 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 جيرانه وعلى غيره. وهذا الألم الكبير يلي اليوم هالدول هاي بتفكر بس بقوة المدفع والطيارة والحرب، وما بتفكر إنه
الله هو آخر شيء الحاكم العادل على كل البشرية. شو قال له ربنا لبيلاطس وقت اللي إجا ليحكم علي بالموت؟ قالوا لو لم يعطى لك من فوق لما كان لك علي من سلطان. كل سلطان هو من الله. المهم يلي بياخد هالسلطان يحط الله بقلبه. يعني أنا بأثرني جون كينيدي قبل ما قتلوه كان بده يضرب الصواريخ يلي روسية حطتهم بكوبا، بس قبل ما يضربهم أخذ قرار، فات قدام الإربان وركع ربع ساعة وقال له يا الله بسلمك هالموضوع، ما عاد ضرب. تصوري شو كانت، كان ولع الدنيا، كان الحرب عالمية كانت أكيد. إذن الحاكم اليوم بده يلتجي أكثر لله. أنا بعرف ملوك كتير بالتاريخ كانوا حكام، وكان بقلب القصر تبعهم في شبال معروض فيها الإربان، يروحوا كل يوم يزوروا الإربان يطلبوا قوة الله معهم، لأنه وحدهم ما بيقدروا يحكموا إلا غلط. وكل إنسان مسلط هو عبد من قبل الله للخدمة. إذا هذا العبد خان الله، خان ضميره، يعني الجزاء تبعه مخيف. هيك الإنجيل بعلمنا، يوم الأحد كان العبد الأمين، إذا شو بده يكون المسلط أمين على ما أعطاه الرب من سلطان ليقدر يخلص البشرية اللي هي عنده. هيدي سئت الله حتى بهذا الإنسان لحتى يعمل مشيئته. إذا عمل عكس المشيئة يعني معناتها خطية مميتة، خطية مخيفة، خطية جماعة، خطية بتصب على الوطن للمسلط، لهذا الرجل المسلط. نحن بألم كبير اليوم، بدنا رحمة الله علينا وعلى الحكام لحتى حقيقة يستوعبوا بالعقل اللي عطاهن إياه الله نور الله لخدمة شعب الله الموجود بهالوطن. أبونا، إذا كان في إنسان غني وقادر وحضر قدامه إنسان فقير، وهالشخص الغني يعني فقير وعايز، وهالشخص الغني ما لبي وما ساعده، هل هالشي يعتبر خطيئة؟ مع أنه يسوع بيقلنا أنه بيعوا ما تملكون وتصدقوا به إلى الفقراء، على الفقراء. المجمع الفاتيكاني الثاني بالكنيسة حكي عن أنه غنى الأرض يلي بيملك الإنسان هذا مش لإله وحده، هيدا لجاره ولخيه وللفقير. إذا الإنسان ما بيقدر يستأثر بالغنى تبعه حتى لو كان هو بجهده طلع هذا الغنى. وبقول القديس مار فريم كلام كتير حلو، قول يلي بيساعد الفقير كأنه عم بدين الله. لكن شو مهمة هالجملة؟ عم بدين الله. الإنسان وقت اللي بيساعد خيه الفقير عم يعطي حسنة لله مش للفقير. إذن والخيرات يلي بيدخرها الإنسان إذا بقيت عنده رح تسوس. لذلك نحن بالأبانة منقول أعطنا خبزنا كفات يومنا. شو بده يأكل الغني غير الخبز؟ والفقير شو بده يأكل غير الخبز؟ هل أكلت؟ إذن شو بده لمين بده يدخر هالمأكولات هيدي؟ إذن الإنسان بيركض وراء أول شيء الأكل. لذلك حكي أول شيء بيبنى أهراء للقمح عن الأكل لا يقدر يعني يعيش بدون شك، بس بالأول. بس في فرق ما يعيش، لأنه الطعام لشيء مقدس جدا. ربنا على شاطئ البحر هيئ الطعام للرسل وطعمهم، وطعم 5000 واحد جعانين، بارك السمكتين والخمس خبزين. إذن الطعام لحتى تستمر فينا الحياة، الطعام مش للفجور مثل ما كانوا يعملوا الرومان بالماضي. إذن الطعام هو شيء مقدس، صلاة، حفلة مقدسة. ربنا وقت عمل العشاء السري قبل ما يكرس الخمر والخبز جسده ودمه لحياتنا الأبدية، عمل تعشى مع الرسل، أكل مع الرسل. ومين بيدعي اليوم؟ حكي عدة مرات بالإنجيل عن الطعام، بيدعي واحد أصدقاء ولياكلوا عنده، ما بيدعي عدوه. الطعام شيء مقدس، حفلة صلاة، حفلة تمجيد لله. إذن هذا الإنسان ما في يبقى وحده، بده يساعد الآخر، وإلا بيكون حقيقة الثروي يلي معه مسكر عليها بيكون عم يحجب الخلاص عن الآخر. وفي وطن أكثر من هيك، والمجال الفاتيكان الثاني والقديسين، إذا أنا ما ساعدت الفقير وأدير أني ساعده بكون عم ساعد الموت يقتله. أنا شريك القتل،
أنا شريك الموت، خطية كبيرة هيدي مخيفة. لذلك نحن بدنا نكون كرمة مع الفقراء، وخاصة اليوم الأذية اللي وقعت فيها بيروت وأهل بيروت وغير بيروت بلبنان، والفقراء والمرضى والمعذبين. نحن شركاء المسيح بالخلاص، إيدينا إيدين يسوع، تفكيرنا بده يكون بحسب إرادة الله لحتى نحن نتقدس. والمثل كبير لقلنا اليوم بالقديسين اللي كل يوم نقرأ سيرة حياتهم وبيعطونا مثل شو عملوا هني. أبونا، من أمثال الإنجيل تأملوا زنابق الحقل كيف يلبسها الله، فكم بالحري أنتم يا قليلي الإيمان. كيف فينا نتوسع بهذا المثل اليوم؟ أنا بقول إنه الزنبقة هي شيء حلو، شيء جميل جدا. الله عطانا نكون زنابق، نعطي رائحة طيبة، رائحة القداسة، رائحة الخلاص، جمال الله بكل شيء فينا نكون. ولكن ما نعكس الأمر ونسفي نحن سلبيين ونعطي أذية وما نتكل على الله. الله نحن ما بننفصل عنه، خلقنا وربطنا فيه، حتى ربط كل إنسان فيه. نحن اليوم منقدس جسد المسيح ودمه. من وين جسد المسيح؟ من الأرض. ومين عمله؟ الإنسان اللي زرع الأرض. ومين يلي طحنه؟ الإنسان. ومين يلي عم بيقدسه؟ هو الإنسان اللي أعطاه الكهنوت. والخبر زيت الشيء. إذا الله ربط الأرض وربط الطبيعة فيه وربط كل إنسان. نحن إخوة بالمسيح. إذا فقدنا هالأخوة بالمسيح نحن منصبح أبناء الشرير، أعداء لله. ما فينا ننفصل عن الله ولا بعمل هون ولا بفكر ولا بإيمان ولا شيء. إذا الله حاضر فينا، ما نشوه صورته، ما نستعملها لعكس ما عطانا هو بالإنجيل، غنى الملكوت. خلينا نرفع عقولنا لله ونشوف قديش الله بحبنا لنكون نحن شركاء معه بالخلاص. وقال لهم للرسل أكثر، أنتم ستدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. القديسين يلي عملوا الخير رح بدينوا اللي أمسكوا الخير عن الفقراء وعن المساعدات. إذن في خطر كبير على الإنسان إذا ما مشي طريق الخير وطريق الله. أبونا، بالختام بتحب تقول شيء، كلمة أخيرة؟ بدي أطلب من كل أخوتي القادرين يساعدوا اليوم الفقراء ما يتأخروا، يكون عندهم هالهم هيدا ليشاركوا الله حقيقة بخلاص الآخرين، وأجرهم لا حدود لإله ببركات الله عليهم. كل عمل بيعملوه خير بركة من الله لإلهم ولأولادهم من بعدهم. أنا بتمنى على اللبنانيين كلهم يوعوا على رسالتهم، كل واحد منا عنده رسالة لحتى يقدر يوصل الخير للآخر بهالزمن الصعب يلي كتار منا عم بيناموا بلا أكل، عم بيجوعوا، عم بيبكوا من قلة الطعام عندهم. زمن بده كتير صلاة ورجوع لله. أبونا، الله يخلي لنا إياك، وشكرا لحضورك معنا، شرفتنا اليوم. الله يبارككم. مريم بولس، نشكر الله عليكم، تسلموا إن شاء الله. مشاهدينا، فاصل ومنكمل حلقتنا.